هنا قصة حياة إبراهيم راح نشوفها هسه شوي، نضيف زوم تكبير أفضل بشكل أفضل يكون لكم. يقول إبراهيم lived in a small village in the south of Iraq. إبراهيم عاش في قرية صغيرة في جنوب العراق. When he was a child, عندما كان طفلا. He loved the sea and he often went fishing with his father. هو أحب البحر وهو غالبا ما يذهب للصيد مع والده. From an early age, منذ عمر مبكر, he was interested in animals. هو كان مولع مهتم بالحيوانات. He was forever asking questions about animals. هو دائما كان يعني يسأل على طول. Was forever asking, يسأل أسئلة about animals تتعلق بالحيوانات. For example, مثلا, why do flies have wings? لماذا الطيور لها أجنحة؟ And why do fish live in the sea? لماذا السمك أو الأسماك تعيش في البحر؟ His father has goats, had goats and chickens, and Ibrahim liked to look after them. يقول his father, والده, had goats, كان لديه ماعز, and chickens, ودجاج, دجاجات, and Ibrahim liked, وإبراهيم أحب يعني أن يعني look after, تجي يعتني يعتني بهم. He talked to them as if they were friends. هو كان يتحدث معهم كما لو يعني أنهم كانوا يعني مثل أصدقاء. His brothers used to laugh at him. أخوته اعتادوا أن يضحكوا عليه. When he went to school, عندما ذهب إلى المدرسة, Ibrahim learned to read quickly. إبراهيم تعلم أن يقرأ بسرعة. He liked reading and he was always asking his father for books. هو أحب القراءة وهو كان دائما يسأل أبوه يعني يطلب, العفو, هنا مو يسأل, يطلب من أبوه يعني for books, يطلب من أبوه أنه يأخذ له كتب. He did not like television, لم يكن يحب التلفزيون. So, لذلك, he spent a lot of time reading. هو أنفق الكثير من الوقت في القراءة. He learned that there were lots of different animals. هو تعلم أن هنالك كان هناك الكثير من الحيوانات المختلفة in the other countries, في البلدان الأخرى. In 1990, Ibrahim's father got a new job with Iraq Petroleum and the family moved to Baghdad. بسنة 90 أبو إبراهيم حصل على وظيفة جديدة بهذا النفط, شركة النفط العراقية, and the family, والعائلة, moved, انتقلت إلى بغداد. Life was very different. In the city. الحياة كانت مختلفة جدا في المدينة. At first, في البدء, Ibrahim did not like it. إبراهيم ما أحبها في البداية. ما استساغها. But after a few months, ولكن بعد شهور قليلة, he found that there was a lot to do for a 16-year-old boy. هو وجد أن هناك الكثير هنالك يعني الكثير من الأشياء اللي هو يقوم بها ولد بعمر 16 سنة. سنة 90. One day, وفي أحد الأيام, at the mall, في مركز التسوق, he met a French boy called Pierre. هو التقى بولد فرنسي اسمه بيير. إبراهيم learned to speak some French with him. إبراهيم تعلم أن يتكلم شيء أو بعض الفرنسية, شيء من اللغة الفرنسية, وذهم معه. He also learned about France. كذلك هو تعلم عن فرنسا. أخذ فكرة. The boys used to talk about what they wanted to do when they left school. الولدان يعني used to talk, اعتاد أن يتكلموا عن ما يعني هم يريدونه, ما أرادوه أن يفعلوه عندما هم يعني يغادروا المدرسة. One day, وفي أحد الأيام, Ibrahim said,
إبراهيم قال I think I'll be zoologist. أعتقد أني سأكون عالم حيوانات. Then I can study animals in different countries. ثم أستطيع أن أدرس الحيوانات في بلدان مختلفة في مختلف البلدان. When Ibrahim left school, عندما إبراهيم ترك المدرسة, he studied zoology. هو درس علم الحيوان at Cairo University في هنا أعزائي, هنا left school, هنا يقصد left school يغادر المدرسة, يعني يتخرج من المدرسة مو يعوفها للمدرسة, هاي للمعلومة يعني خاف واحد يشتبه يقول له غادر left, غادر المدرسة. غادر المدرسة يعني خلص المدرسة, يعني أكمل المدرسة بنجاح, مو غادرها تركها يعني تسرب أو هذا. فهاي يعني وين إبراهيم left school, عندما إبراهيم غادر المدرسة يعني بمعنى تخرج من المدرسة, أنهى المدرسة. He studied zoology, هو درس علم الحيوان at Cairo University في جامعة القاهرة. Now he is a well-known zoologist, والآن هو عالم حيوان مشهور. He works in France and he is writing a book about animals in Africa. هو يعمل في فرنسا and he is writing a book, وهو يكتب كتابا about animals يتعلق بالحيوانات in Africa, في أفريقيا, يعني الحيوانات اللي بأفريقيا هو بيكتب كتاب عنها.